راح اشتغل الاي بي كشغل يوزر بس، البقية شنو هذني وشنو اللون الاصفر والابيض والشغل مالتنا راح اخليه بعدين انزله بورقة. هاي احفظ الملف نعرف بيها، اروح على الويل كريت نيو فايل ويل، انزل اسم، اي اسم البوتوم. هساني اشغله على ابو عمود، ابو عمود يقرا بالمنطقة المشروف من 2400 لحد 2800، انا اخذ بهالرينج مالتي، يعني من 2500 ل 2700، من 2300 ل 2600، هاي حسب كل واحد والطالب مالته. هسه انا راح اشتغل من 2400 لحد 2000 لحد 2800. زين، كل ايش قد يقيس؟ كل ربع متر، اليونت وحدة مالتها متر. خلاص نحن نسرع على انبوت لود لاس، روح مكان حافظين بيه ابو عمود ثاني البير الاول. هنا اشوف الاقرا القراءات اللاسات، من يا لاس يبدي مثل هسه ذني، هسه مثل هاي لاس 6 ولاس 7 يبلش من 2400. اكو عادي هسه مثل انا اريد اختارها مات لاس هذا 2 اي لاس، او تقدر كل نتحملهن عادي يعني ما ياثر على البرنامج، بس اقول له مجرد لود. احنا قبل شوي ليش سوينا هنا ويل وكرييت نيو ذني، هنا حدد الاعماق، الاعماق بحيث قبل اقول لود ما يحتاج كل ساعه داخل عمق، فاقول له لود يس. هاي دائما كلوز حفظ فايل. بس انا اريد السادس واقول له لود يس كلوز، ماشي نفس الشيء عمات السابع، او حتى تقدر كلهن داخلهن ماكو اي اشكال. هسه دخله نروح على create new log lot file program trump com. زين نحسب الفيشال مال المحاضره قديمه، بس شلون طريقتها؟ نختار جاما راي وسونيك ران. هسه نحسب هنا أنا احدد، لازم نحدد جاما راي ماكس والميني، احددهن اقسم زونات بما انه جاما راي عاليه فافصلها بسبلت زون. زين هنا انا احدد ال هنا كاميرا عالي، هنا الثانية ثالثة، افصل الكاميرا العالية. ورا ما كملناها على دائما على ال اكس بلوت طلعت لي هاي. زين هنا هاي بما انه كان مكان واحد هنا فهي نانا ساند ستون لايم ستون درامات، فاذا لايم ستون فهو طبقة لايم ستون، احط اشيلها منه هاي اخلي، شوفوا خليه هنا هذا نيترو اخلي صفر، او حتى شيء مقارب كلش هاي صفر. هاي النقرة تحتويهن كمان من عندها. زين هسه اروح احسب ال y وال s w، ال r t يقرأ بالديب وال r x o يقرأ بالسطح فهو s f l. الوحدة مالته نستخدم معادلة ارشي الفهرنهايت او الديجري، فهرنهايت انا اقول. هسه هو يريد من عندي الحرارة اقول له يس. هنا طلعت لي العمق، يعني العمق اول شيء يريد مال سطح فصفر، هنا بما انه فهرنهايت فم 60، العمق مال العمق اللي انا هسه راح اطلعه اخذ من اللوجات
دوران حاطين. زين هسه اروح اخذ اي بير من ابو عمود افتحه جيت اقرا العمق الاخير مالته هنا مثل 2600 احفظها هاي 2600 ايش قد بالهدر ايش قد الحرارة مالته ايش قد الحرارة مالته هنا الار ام اف شقد العار ام اف هنا هنا مكتوبة هنا مالته تقرأ 74 ف العمق سجلنا 2600 هنا 74 فهرنهايت هاي كملناها فأقول ران خلصنا من عندها قلنا كلوز فأقول اوكي هنا يطلب من عندي الكوبي زون اشيلها منها اوكي هسه هنا طلعت لي هنا راح ما اقدر اشتغل اعرف هنا انه هاي البوروسيتي البيضة صحيحة او خطأ لان انزل كاليبر ف كاليبر سي اي ال حط صح ابلاي اوكي هنا عندي منطقة تهدم وهنا همات وهنا همات فلازم افصلهن لاني لمن افصلهن هسه بعدين لمن ارجع اشتغل بالمجسات راح اثبت هناني هاي الثانية زين هسه زين ثبتتهن نروح على اليمن على هاي شو اسمها Display Porosity and Water Saturation اروح على Water هنا الووتر اغيره خلي 0.02 قبل ما اسوي هاي عمود اخلي حددهن كلهن الطبقات حددتهن اضغط عليها خضرة ايش راح يصير 0.02 صار كلهن الحرارة مالتها 90 صار ال ار ام اف جيت 0.165 درجة الحرارة مالته 35 هاي هسه اقول له تغيرت طلع من عندها زين اروح هنا هسه على الريزستيفيتي كليك يمين فايل هاي القيم شوفوا هاي ار دبليو هاي 0.02 لو اكثر او اقل اخليها 0.02 يعني امشيها احرك دوس عليها واصعد وانزل لحد ما اخليها 0.02 هاي تقريبا هنا هسه نفس الشيء يعني قريب عليها وسوي كلوز نرجع على Display Porosity هسه راح اقول له فاي لوجيك الفاي لوجيك عندنا المناطق التكهف بيهن اللي يقرا الكاليبر عالي هنا وهنا 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 زين يعني هسه الزون الاول دائما اخليه سونيك وعندنا الثالث
عمات سونيك، والخامس عمات سونيك، والسابع سونيك. ذني ثابتات ما غيرهن، يعني كليبر يقرا عالي. هسه ذني شو اول الوحدة، اول الواحد راح احسب به هو نيترون دينسيتي، نيترون دينسيتي هذا اول شيء انا محددهن، فاقول له ران. زين طلعت لي هاي، هاي اسدها، اخذ صورة لهاي اول شيء. احفظها بعدين ديسكتوب خلاص نعمل. زين هسه شو اسوي لها؟ اروح على فايل بروجرام 3 تراك، حط هنا قمري، اشغلها واقول له ابلاي. اوكي هنا فاي وهنا اخلي ال اس دبليو. اوكي بس هاي نخلي على صفحة. اقبل هاي نحفظ الذن اللي سويناه. من فايل شلون من انبوت سيف داتا على شكل لاس. اللاسات اللي راح اخليهن شنو هي؟ قام رايحنا نريد والفاي والاس دبليو الجي ار همات وال اس دبليو. نحن اقول له اوكي، او اذا اريد احدد المكان اني اروح لهنا في النيو فولدر تو ماتي اقول له سيف حفظ. سارجع له هذا مالتي هسه فاي وفاي وقامراي واس دبليو هاي مالت القيم. خلصنا عليهن، نرجع نشتغل ال هسه خلصنا من هذا. ورا ما اخذنا صورة وينها هاي، اغلقها عادي، عادي اغلقها هاي، اخذ لها هم الصورة بس. زين احفظ هاي ديسكتوب حفظت. زين هسه هاي اغلقها، هاي حتى كل شيء اغلق عادي. اقول له فاي وبروسيتي هم ترجع، اقول له اوكي مو انا حافظ هاي قبل شويه فهنا بشرحها، بس راح اغيرها هاي. هنا انا كنا قبل شويه نيترون دينسيتي، هسه شو اخليها؟ بس انا اغيرها اخليهن دينسيتي. اقول له هسه شو ارجع هنا همات اطلع الرسم. هاي ثابتة، هاي بعد مال تراك، مال تراك احسب هنا احط قمري، او اقدر والله خلينا نشوف اقدر اخلي على القديم. مو راح مساحته يلا مو مشكلة. هاي تري تراك ناهم هتحط قمري
فعلها ناحية فاي ناحية الزبدة هاي الثانية هم تاخذ لها صورة واحفظها هسه هاي مال دينسيتي واكملها بعدين ارجع مرة ثالثة ذني قبلها خلني اطلع الاس فاي واس دبليو اوكي بس. ارجع ديسبلاي هاي كانت دينسيتي احولها نيترون وهاي نيترون وهاي نيترون وبالله راح هسه هم ترجع اخذ فايل بروجرام تيتراك هم تدخلهم الجامري بعدين ارجع احسبهم مات مرة واحدة ديسبلاي هنا كانت نيترون نيترون دينسيتي نيترون سونيك ما اريده واحول هاي قبل شوية كانت دينسيتي احولها نيترون وهاي همات نيترون هي سويناها قبل نفس الشيء ثاني انا ذني نكملها هاي هي وناخذ صور يعني.